اتكلم في النقطه دي بعد اذن حضرتك يا دكتوره. اتفضل. ازاي استخدم بناء الانسان منذ الصغر في المنظومه التعليميه؟ يعني اخلي المنظومه التعليميه استخدمها ازاي كسلاح ليا او كاداه ليا في بناء الانسان. احبب الطالب او الطفل في المدرسه. اللي بيحببك في المدرسه يعني المدرسه ده رقم واحد. بص حضرتك، انت لما بنروح كلنا المدرسه المدرس والتعليم مش حلم حياتنا، احنا اطفال عايزين نلعب. صح، نلون نرسم، والمفروض ما ينبغي ان يكون ما تديليش قلم رفيعه، عشان القدره على مسك القلم للطفل ده علم نفس بقى وتربيه. لازم تديني الوان تخينه واقلام تخينه، لازم اسمع موسيقى، اغاني، امثل، ارقص، العب، يبقى عندي بازل، يبقى عندي بلاستوسين، طابور، طابور المدرسه ده. طابور المدرسه، بتحيه العلم. ده مهم جدا، لازم اكون واقفه انتباه لتحيه العلم. بس مش انا لوحدي، والمدرس واقف طبعا انتباه، لانه قدوه، مش بيتكلم في التليفون ولا بيعمل كده ولا بيعمل كده. مدير المدرسه القدوه، النمذجه، نموذج البشري. يعني ايه النمذجه؟ ان الطفل بيقلد الكبير. انت واقف تصلي في بيتك بتلاقي ابنك بيقول الله اكبر، هو مش فاهم حاجه بس هو بيقلدك. طيب انت بتكذب في التليفون بتقول له قول له بابا مش موجود، ده بابا بيقول لصاحبه انه مش موجود مع ان بابا موجود، فالنمذجه. فالمدرس لازم ادربه كويس قوي، لازم انقي المفاهيم عنده من المفاهيم المغلوطه. المعلم بني ادم عنده مفاهيم مغلوطه. في انجلترا، والتجربه دي انا كتبتها في بحث البحوث، لقوا الطلبه من اصل مسلم عربي عندهم مفاهيم متطرفه، فبحثوا الناس دي بتبحث، فلقوا ان المفاهيم المتطرفه دي ما خدوهمش من الاهالي، خدوها من المعلمين. ما قبضوش على المعلمين، عملوا ايه؟ خدوا المعلمين في دوره تدريبيه، عملهم تعديل للمفاهيم. طب طلع المعلمين عندهم المفاهيم دي منين؟ من امام الجامع غير المؤهل اللي بيروح مثلا انجلترا او فرنسا ويبقى مش مؤهل، مش من خريج ازهر، مش دارس الشريعه، وبيروح يطلع على المنبر ويقول اي حاجه. الموضوع شايف ازاي التسلسل ازاي؟ طب المدرس اللي كان يدخل يقول انتوا بتدرسوا تاريخ، ده التاريخ ده اصنام، ده ابو الهول كذا، لا، انت جاي تدرس الولاء والانتماء، وان الحاضر بيبني المستقبل، والعظه والموعظه والكلام ده كله. والماضي انت ازاي بتحطم عندي الولاء والانتماء، بتقول ان اثاري اللي عملت لي حضاره دي اصنام. هنا المدرس عنده ميول متطرفه. طبعا المسيحيين والمسلمين لوحده، كل واحد لوحده. اللي مش محجبه هقص لك شعرك، مش من حقك. طبعا حضرتك في حاجات كده. هنا بقى دور الخطاب الديني، الواعظ في الكنيسه، الامام في المسجد، الخطبه يوم الجمعه مهمه جدا. ويا ريت بنركز على ما يبقاش الصوت عالي، لان الصوت العالي منفر. لكن ممكن جدا ندي الوعظ او الخطبه بصوت معتدل، بلا تهويل ولا تهوين. نتكلم على الحاجات اللي تمس حياتنا. انت عايزني اعيش في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا عايزني اعيش باخلاق الرسول؟ طبعا تفرق باخلاق الرسول. طبعا يبقى اخلاق الرسول مش عصر الرسول. تفرق، لان الدنيا متطوره، لغه تناسب العصر ولغه تناسب العصر. قول لي عن الضمير في العمل، وقول لي امثله من العمل، من النبي عليه الصلاه والسلام، من سيدنا المسيح عليه السلام. سيدنا المسيح قال كلام حلو قوي في الضرايب مثلا. اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ادي الضرايب لقيصر، ودي العشور او الزكاه لربنا. اللي هو عندك انت بيت المال او الضرايب بتدفعيها للدوله، عشان بتصرف على المشروعات، بتصرف على الغلابه، لازم الحاجات دي توصل للناس. هو ده بناء الانسان. انما انت سبتيني 30 سنه سايباني للتيار السلفي وتيار الاخوان اللي بالزيت والسكر والمواد التموينيه اشتروا الناس. فانت دلوقتي خلاص الدوله نتيجه، كان نتيجه لعدم وعي. يعني الناس كانت ضحيه لعدم الوعي. طبعًا. ليه بقى ما كانش في بناء انسان؟ حصل تجريف للشخصيه المصريه من اواخر السبعينيات بعد الانفتاح، وحتى الاستاذنا الدكتور جلال امين قال الانفتاح سداح بداح. ومن ثم حصل ايه بقى؟ افلام المقاولات
وان يعني اسف اللي بيشيل القمامه احسن من المعلم، احسن من استاذ الجامعه، وان يا عزيزي كلنا لصوص. المجتمع كله طلع غير شريف. الدواجن الفاسده فاكره، والاغذيه الفاسده، والحاجات دي كلها. انت بتنشري ايه؟ هل كل النساء في مصر بيشتغلوا في الكباريهات؟ هل كل الرجاله في مصر لما بيزعل مع مراته بيروح يشرب كاس؟ انا اتحدى، انا اتحدى. الطبقه الوسطى تم تجريفها، الطبقه الوسطى هي اللي بتشيل المجتمع. طبعا. يعني ايه بتشيل المجتمع؟ يعني احنا حريصين الطبقه الوسطى انا وحضراتكم على تعليم الابناء وثقافتهم، وبتدفعي الغالي والثمين عليهم. فبالتالي انت عندك قيم، قيم العمل واحترام العمل، قيم الدين الوسطي، فانت اللي شايله المجتمع. لما بتقعي وبتنجرفي مين اللي بيطلع بقى؟ قيم الاستهلاكيه، الفهلوه، معاكي قرش تساوي قرش. طب انا